ما شاء الله تبارك الله، زحام على دخول مهرجان العلل التمور، ما شاء الله تبارك الله. هذا المدخل مهرجان العلل التمور، حقيقة أول زيارة لي للمهرجان، وأقيم عدة مرات السنوات الماضية. المرة الثانية طبعا، هذه المرة الثانية. نعم، المرة الأولى كان الماضي وهذا السنة. نعم، يبقى هذه المرة الثانية نتشرف الليلة بحضوره. استعراض للسيارات القديمة، ما شاء الله حياك الله يا ابو محمد، شرفنا الليلة استاذنا محمد سعد والنعم، غني عن التعريف، لكن انا اعرف فيك الله يحفظك. المجهول معروف ممتاز، هذا في الكسير من خالص الدرس الثاني. اي نعم، يصدق هذا بيكون فرد درس ثاني ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، هذه منتجات الأسرة، منتجة في مهرجان تمور بالعلا، حاضرة ما شاء الله بقوة، الله يعطيهم العافية. شغل أسر منتجة، ها؟ هذه اسمها تويتات، هذه علوية علوية أصلية. الله يعطيك العافية. أنا صورت بعد إذنك أنا، ها؟ ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. هذه على كم ما شاء الله؟ هذه 25، هذه 30، وهذه 25. الله يحفظك. هذه منتجات ما شاء الله، والنعم والنعم فعلا. على كم هذه العلا؟ 23. هذه منتجات من النخلة. هذا يا مبدر الله يعطيك الصحة والعافية. هذا دبس التمر، ها؟ ما شاء الله. هذه المرحلة الأولى والنهائية. هذه النهائية، ها؟ أيوه. هذه المرحلة الأولى. هذه المرحلة الأولى. نعم، نسخن ونعلم. ما شاء الله، الله يعطيك الصحة والعافية. موجود هنا في بوث في دبس التمر بالزوار. الله يبارك فيك إن شاء الله. منتجات أسر منتج، ركن الرسم ما شاء الله، اي ما شاء الله إبداع ما شاء الله تبارك الله. اسم الكريم، اسم عبدالعزيز عرفة. عزيز عرفة، فنان تشكيلي. نعم، ما شاء الله تبارك الله. هذه أول لك مشاركة هنا؟ في مهرجان التمور لا. لاي؟ إيه في مهرجان التمور لا، أول مشاركة بس إيش؟ لك مشاركة هاي ثاني مشاركة لي. ما شاء الله، ما شاء الله، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لجهودك. التقينا بأخونا عيد. عيد حامد العرادي، رئيس مركز الفارع سابقا، لكن ما زال قلبه مع اهل الوجه. فرصه في مهرجان التمور، كيف حالك يا عيد؟ يا هلا يا هلا فيك يا سامي. مسلم عليك سامي، الله يعطيك العافيه انت ومتابعينك جميعا. الله يعطيك العافيه على تغطيتكم. الله واجبنا واجبنا عيد، الله يحفظك واتشرف فيك. الله يسعدك يا الله. ابو بدر، ها؟ نعم ابو بدر، والنعم يا ابو بدر. شكرا لك. المعلم مع طالبه، ها؟ ما شاء الله ما شاء الله. ممدوح العامري، ما لا ما شاء الله كويس. الان كل ما يقابلون ترك الرويع يقولون اللي هي تنبل. شيء من الآخر، مهرجان العلا للتمور متميز في نسخته الثانية، ما شاء الله تبارك الله، جميل جدا، تنظيم رائع، الله يعطيهم العافية على هذه الجهود. اسمها يسمونها ايش؟ شنة. ما شاء الله تعرفينها انت ما شاء الله. كم هذه؟ 300 ريال شنة التمر. حلوة؟ حلوة حمرا. اي نعم، وهذا
طرشي، طرشي البلح هذا، وهذا دبس التمر. على كم الدبس هذا؟ 15 والكبير ب 30. وهذا كم هذا الطرشي؟ هذا ب 20. وهذه الشنة 300. الله يعطيك العافية. مركز دراسات وابحاث تابع هي الملكيه محافظه العلا. نعم. ممكن تكتب البستان العربي او هي شجره اليوسف، يعني شجره هذه موجوده في البيئه الطبيعيه الحمراء في العلا. هذه موجوده امام موجوده في العلا، طبعا موجوده في الصور. الشجره هذه موجوده على الجبال تطلع، والموجوده يمكن اكثر اماكنها انتشارا في الضاله وجيده، يمكن اكثر اماكن مشهوره بانتاج البان العربي. طبعا شجره البان العربي طلع لنا القرن العربي بهذا الشكل. طبعا القرن يحتوي على البذور بعدة الوان، هي تبدا من اللون الاخضر الى اللون الاسود. طبعا احنا نقدم ورش عمل للمزارعين بحيث اننا نساعدهم على رفع جوده البان العربي على الطريقه الصحيحه لزراعته والاستفاده منه. طبعا احنا بطريقه اللي هي ورش العمل، هنا عندنا البذور، طبعا هنا عندنا بالصف الاول اللي هي البذور المقبوله اللي هي تتكرر من اللون الابيض الرمادي البني. وطبعا القرن يحتوي على الانواع الثانيه اللي هي ممكن البذور الخضراء او البذور المكسوره. من هذه احنا ندرب المزارع على استعاده لان البذور المكسوره الخضراء الصغيره، البذور اللي عليها ممكن تطفل او فطريات، لانها تكون جوده الزيت الناتج من هذه البذور جوده عاليه جدا. طبعا هذه المنتجات اللي تطلع معانا من عصر زيت البان العربي، عندنا اللي هو الزيت، وعندنا المعجون، وعندنا اللي هو الكيك او البقايا اللي تطلع من البذره بعد عمليه العصر. طبعا كل منتجات البان العربي راح تحصل عليها اختبارات في مركز اللي هو برقرين العلا. نعمل لكل اي اختبارات حسيه واختبارات تحليليه بحيث انه نقدر او نحصل على اعلى جوده من هذا الزيت. وعن هذا بعض المنتجات ممكن انها تطلع من البان العربي، ممكن او بعض المنتجات التجميليه. والشجره هذه تستفيد تقريبا بكل النواحي، من ناحيه زراعيه بحيث انها شجره اقتصاديه نقدر. عندنا الشجرة العربية مثل ما ذكرت لكم موجودة في الطبيعة. وجود الشجرة الهندية مع الشجرة العربية طلع لنا النوع الثالث اللي هي الشجرة المهجنة. هذه الشجرة تكون ماخذة من طبيعة الهندية ومن طبيعة الهندية. طبعا احنا نشجع على الزراعة العربية وزيادة الشجرة الهندية بحيث انها تحصل على جودة عالية من منتجات البرقرينة في محافظة العلا. طبعا هنا عندنا امثلة البذور، هذه البذور الهندية موجودة هنا، هذه بعض البذور المهجنة بهذا الشكل، وهذه البذور العربية. ولا حتى العربيه بعض البذور الهندية من مركز البان العربي. شكرا على هديه، ممكن انك تستفيد منها وممكن تزرعها وممكن برضو تسجل اسمك على اي مثلا. نعم، اي ارض يعني ممكن طبيعه الارض كيف؟ طبعا هي موجوده في طبيعه العلا، في التربه الصخريه الطمي الرمليه، الزراعه منتشره في محافظه العلا بشكل كامل. ففي كل مناطق العلا الحمد لله نجحت زراعه الشجره هذه، ممكن حتى بالاصيصات بالبيوت. الله تبارك الله. على كم هذا ما شاء الله؟ هذا 3 كيلو و 80، 1 كيلو 30، وهذا الصقعي وهذا السكر. السكر هذا ما شاء الله كله في المزرعة. هذا ما شاء الله، هذا كله سكر ما شاء الله تبارك الله، يطرح البركة. الله ما شاء الله تبارك الله. شوف ما شاء الله هذا كذا لون ما شاء الله. هنا مكتب شحن للبريد، يشحنوا لأي مكان في المملكة. ما شاء الله تبارك الله، المهرجان العلا التمور. طبعا شحن لأي مكان في المملكة. ايوه نعم، عبر البريد السعودي. الله يعطيكم الصحة على جهودكم، حاضرين في كل مناسبة. يعطيك العافية. أسعار خاصة للمهرجان ولا كيف؟ والله الله يعطيك العافية. شكرا. المركز الوطني للنخيل والتمور حاضر بقوة ما شاء الله تبارك الله. يعطيكم العافية. هذا عصير رطب. هذا عصير رطب. ها عصير رطب. عندك قهوة لاتيه، اسبانيش لاتيه ما شاء الله تبيها بيها، وفي بالموز. وهذا الشابورة بالتمر. هذا يقول كويس اللي بيتزوج. هذا اللي بيتزوج يقول علي هذا من علي الله يشرب مني. هذه الاصناف ما فيها شيء. هذه اصناف التمور ما شاء الله. هذا الشيشي، شيشي الحسن. نعم. هذا رزيز. نعم. وهذا خلاص ما شاء الله تذوقوا. هذا شو؟ عصير. هذا عصير رطب وموز. عصير رطب وموز. نعم.
هذا لاتيه بالتمر. ايه. اللي هو قهوة مع تمر مع حليب. الله يعطيكم العافية ما شاء الله. شيء فاخر. الله يعطيكم العافية. مركز الوطني للنخيل والتمور. ان شاء الله حاضر بقوة في مهرجان العلل. واحد بسويه هذه حلب. ايوه بعدين حمص بعدين حما اخر شيء بيجي عندك للشوم الشام الشام اي هذول سمعتهم بسوريا على فكره كثير يعني هذول احسن ناس انا حلبي من اصل السوري تتنمر على صاحبك اليوم انا حلبي مو شامي طيب منتجات هذه عندك بالتمر كل المنتجات الموجوده بالتمر نعم الله يعطيك العافيه ما شاء الله تبارك الله شيء طبيعي ومن الاخر وهذه عندهم اسم محيط الكيك عندهم ما شاء الله وهذه المكسرات هذه مكسرات نيه ايوه هم محمصه وموجود فيها كم هذه سعرها هذه ب 11 ريال ما شاء الله تبارك الله يعطيك العافيه هذا محيط الكيك مهرجان العلل التمر في جانب المهرجان موقع للمطاعم ما شاء الله تبارك الله جلسات عائلية أنا أخذ التصوير من بعيد شوي حفاظا على خصوصية العائلات ما شاء الله في جانب المهرجان هاي طهات العلا نعم طهات العلا هذه طهات طيب ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله هذه طهات العلا متخصصات في الطهي الله يعطيهم العافية طبعا هذه حلويات ما شاء الله نعم. هي في تارت عندنا تارت البرتقال بالتمر ما شاء الله في عندنا تارت التمر بالذهب في عندنا تارت بالتفاح والتين ما شاء الله وهذه جميع الاسعار عندك هذا المنيو المنيو انا موجود الله يعطيك العافيه حياكم الله هذا الاسعار جلسات خاصه احنا طبعا رسامين ما شاء الله رسومات جميله جدا ممكن نصور تفضل خذ راحتك طيب هذه كلها بأيدي السعودية كلها بأيدي بنات العلا بنات العلا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله شيء مميز نفتخر فيه ما شاء الله تبارك الله السلام عليكم يعطيك العافية ما شاء الله هنا الرسم لايف هذا رسم لايف جزء من المهرجان ما شاء الله ممكن أتعرف على الفنانة التشكيلية أمل عيد أمل عيد والنعم أمل عيد حياك الله أمل عيد ما شاء الله ما ترسم ما شاء الله تبارك الله يعطيك العافية الله يعافيك تبادل ما بين الطبيعة والإنسان والعطاء غير منتهي من أول لوحة يمين لآخر لوحة وهناك حبيت أن يكون في ستار ملكي يترفع عن التمر ما شاء الله يعطيك العافية الله يعافيك وجهودك واضحة ويعطيك الصحة والعافية شكرا لك فهذه ركن وزارة البيئة والمياه والزراعة مشكورين الله يعطيهم العافية جهود واضحة ممثلة بإدارة الإرشاد الزراعي جهود الوزارة في السيطرة على سوسة النخيل الحمراء التخلص منها إرشادات المزارعين للحد من انتشار سوسة النخيل الحمراء ضيافة حاضرة ولا هي غريبة على أهل العلا الله يعطيهم العافية وشكرا حبيبي في مهرجان العلا للتمور يعطيكم العافية شباب سعوديين نفتخر فيكم اليوم تنمية الصادرات السعودية حاضرة بقوة في مهرجان العلا للتمور مع الأخوان ما شاء الله عليهم يا أهلا وسهلا شرفتونا طيب ممكن تعطينا فكرة عن حضوركم المتميز الله يطول بعمرك بالبداية احنا متواجدين كهيئة تنمية الصادرات السعودية تحت مظلة برنامج صنع في السعودية برنامج صنع في السعودية يستهدف إلى تسويق السلع والمنتجات السعودية داخل المملكة وخارج المملكة بهدف تصديرها خارج المملكة بالإضافة احنا نقدم هذا هو نبذة بسيطة عن برنامج صنع في السعودية نعم بالإضافة هنا نقدم خدمات
عن طريق هيئة تنمية الصادرات. نعم. من خلال تطوير المصدرين، ترويج الصادرات، بيئة التصدير، ما شاء الله، وبرنامج صنع في السوق. الله يعطيكم العافية على جهودكم. الله يعافيك. وهذا تمر مقدم من تمر المملكة أحد. وتلك لونة. ثم البذور تكون في المحروث ذاك، تطلع على وجه الذرة كالسنبلة. من بعدها يشتد جذع جذورها إذا ارتوت نبع العيون منهلة. تؤتي ثمرها بالقطوف الدانية، واللي جلس تحت الجريد الظللة. يا نخلة قد بارك الله غرسها، ظل وتمر خيراتها متفضلة. منها بنى الفلاح أجمل ما بنى، من جذعها سقف البيوت لونة. ومنها يشب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. من مهرجان العلا للتمور شنار صوت الوجه خليكم. هذا المهرجان الجميل بإشراف ورعاية من الهيئة الملكية للعلا، الله يعطيهم العافية على هذا الإشراف الجميل، على هذا التميز. طبعا الأسبوع القادم الجمعة والسبت آخر مدة لهذا المهرجان، فرصة لمن لم يزور هذا المهرجان أن يزوره. سوف أضع لكم الموقع إن شاء الله. مع تحيات سناب صوت الوجه، بإذن الله أني قدمت شيء ولو بسيط جدا من هذا المهرجان الجميل. ما شاء الله تبارك الله. أنتم كتابة على الخزف؟ الشركة؟ نعم نعم. يعني الشركة ما شاء الله تبارك الله. ايش العمل اللي تقومون فيه الان؟ زخرفه والدهكه. ما شاء الله، الله يعطيك العافيه. ما شاء الله، ركن الاعمال المستفاده من البروتين الموجوده عن طريق تكوين الهوائي، والهوائي تتحول الى اسمده على سبيل المثال. طبعا الطرق الميكانيكيه اللي هو المعروف اللي هو الطحن، وكمان الطرق الميكانيكيه تهيئ لتهيئ المخلفات التي يصل منها في عمليه التصميم. طبعا هذه ورش عمل في مهرجان العلا للتمور. ما شاء الله تبارك الله، هيئه تنميه الصادرات السعوديه. هذا ما شاء الله. هذه الشجرة حقت الفيلة اللي زي هذه. آه. هذه الساحرة. الله يعطيك العافية. الله تبارك الله. هذا مهرجان العلا للتمور المزاد العلني. هذه سيارات ما شاء الله. زحام. وهذا المهرجان. عريلين جنات النخيل. بارك الله جنات النخيل. وهذا على كم؟ هذا على كم؟ اقول مبروم. هذا على كم؟
عريلين 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 جنات النخيل بارك الله جنات النخيل. وهذا على كم؟ هذا على كم؟ اقول مبروم. هذا على كم؟ هذا الوزن هنا؟ نعم؟ هذا الموازين هنا لوزن التمر. هذا الوزن. هذه منطقة التسجيل هنا. والله ضيافة في المهرجان هنا ما شاء الله. شاهي وقهوة وموية. الله يعطيكم. شيء ما مستغرب. وفيه ما شاء الله الشباب السعودي اللي بيشتغل ما شاء الله. المجال مفتوح لتشجيع من الهيئة الملكية لمحافظة العلا الله يعطيهم العافية. تنظيم رائع للمهرجان سواء في الفترة المسائية أو الصباحية للمزاد العلمي. يعطيهم العافية ونأمل ونجدد المطالبة والمناشدة بتمديد المهرجان لأسبوع آخر بعد نهايته الأسبوع القادم.